الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير؟ أنا مفضليش إلا يومين، يا دوب أتعلم حركتين بوكسين أي حاجة. ما تقلقش، زمانه جاي. أنت متأكد إن الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص، هدرس قال لي إن مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت إيده. هدرس؟ Yeah. يا أبل، تسمع كلام واحد أبل؟ جوني، مفيش حل غير كده، خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ أهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا أستاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة إيه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أقمر. أقمر إيه؟ أقمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ أيوة، يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلاً أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا هنهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك، أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك ذرة. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. إيه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول إيه؟ سامع بيقول إيه؟ أستاذ حمدي، باختصار أنا عاوز أعرف أصد أي بوكس يجي في وشي. آه فهمني، ما هو أنت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطة، إحنا هننفذها عملي. لفيني باللكامية في خشم. آه يعني أعمل إيه؟ لفيني باللكامية في خشمي. مش فاهمك. إديني بالبوكس في وشي. إيه ده، أنت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. إيه؟ ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك تمام يعني؟ يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجة، انت عاوزين اكل. معلش، انا مش عاوزين اكل. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد. واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. او ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام ده؟ قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. صوت يا حاج. انت كويس؟ كويس؟ انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جنسين؟ مش مشكله. طب اديهم له، اديهم له، اديهم له. تبعك؟ امان امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما يهمكش. بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطافيه. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السند معايا. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، بتديها له خطافيه ليه؟ مات ده ولا ايه؟ جوني يا جبان، خد دول يا حاج. جوني